بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة يا سيد الشهداء. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء، ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب، بل وقفنا ربابا. وسجمت فيها من دموعي ديمة، وسجرت من حر الزفير شهابا. واحمر فيها الدمع حتى أوشكت تلك المعاهد تنبت العنابا. وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد تنعابا أبيات آل محمد، لما سرى عنها ابن فاطمة فعدنا يا بابا
ونحى العراق بفتية من غالب كل تراه المدرك كل تراه المدرك غلابا صيدا إذا شب الهياج وشابت الأرض الدماء والطفل رعبا شابا ركزوا قناهم في صدور عداتهم والبيضهم جعلوا الرقاب قرابا غلت تلك الدار منهم وأصبحت مظلمة ليس فيها سوى ناعم يجاوب ناعية يقف عليها الوافد أو الزائر فلا يسمع إلا أنينا يقطع القلوب ذاك أنين محمد ابن الحنفية آخ فانزت عبيد بها ومنها خابت أحرار ومنهم نصارى والسعد سواهم أنصار لكن ما حالة محمد قال والضيغم محمد يعوق المرض بالدار وبكل وقعه بيرق الأكبر يشيل بعضهم يمر على دار الحسين يسمع أنين محمد يحاول تهدئته يحاول تسكين حزنه فيرد عليه محمد بلوعة ويصفق بكف على كف ودمعته ساكبة على خده آخ والي والي قالوا اتسلى قال عني السلوى بعيد لنصب الماتم واصبج بايد علائي أنا خاف على زينب يدخلوها علي زيد عقب الستر والصون تبغى ما تبقى ما لها كفي قالوا تسلى قال حاش السلي حسين وسلي أخواني الأربعة من أم لابني أسلي الجاسم وأخوته وسلي العلية لا حد يسليني ولا حد يطلب محق إلا يمتى يجي المرسول ويجيب لبشة يا أهل يثرب زينوا لحسين أنا نذر علي لعطي الطارش
وانشر بيارك في المدينة يمين وشمال. لك اليوم ازور المصطفى والزم الزام ضريحة، وكل ساعة لي غشوة على قبره على قبره والطيحة، ونجيد داري زلزلة وجسمي جسمي أبصيح. أم البنين وفاطمة ويا صفية، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وعلى ظالم آل بيت محمد صلى الله عليه وآله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. إلى روح السعيد المتوفى رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط مسألة الموت تعتبر من المسائل البديهية الواضحة والتي هي على حد تعبير علماء الكلام من المسائل الضرورية، يعني التي لا تحتاج إلى توضيح ولا إلى شرح ولا إلى تبيين ولا إلى توضيح زائد، فهي من الوضوح بمكان، وتوضيح الواضحات من أشكل المشكلات. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت مسألة الموت مسألة ظاهرة وواضحة ولا تحتاج إلى شرح ولا إلى إيضاح، لماذا نجد القرآن الكريم يذكرها في أكثر من آية؟ يعني تحتل حيزا كبيرا من القرآن الكريم، والحال بأن القرآن الكريم ليس به أي عبث، ليس به أي زيادة ولا نقصان، فلماذا جاء بمسألة الموت مع وضوحها؟ الجواب لعله لسببين. السبب الأول من أجل أن يستثير عقلية الإنسان المسلم، من أجل أن يجعله يضع علامة استفهام ويقول هل لي كإنسان كمخلوق يد في مسألة الموت أو لا. قطعا الإنسان له يد وله تأثير كبير على مسألة الأجل والموت والحياة في هذه الدنيا،
والدليل على ذلك قول الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق له كلمة جدا جميلة في هذا المعنى، يقول: يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون بأعمارهم، ويموتون بذنوبهم أكثر مما يموتون بآجالهم. كلمة لها شقين: الشق الأول يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون بأعمارهم، هذا شيء واضح باعتبار أن الإنسان ممكن أن يعيش 60-70 سنة على هذه الأرض، يموت مدة من الزمن قصيرة تعتبر 60-70 حتى 100 سنة، ولكن هذا الإنسان إذا قدم عملا خيرا، بنى مسجدا، بنى مدرسة، بنى ميتما، بنى مأتما، مشروع خيري، قام بطباعة كتاب، ألف كتابا، هذا الإنسان يعيش مدة أطول من عمره في الدنيا، العمر على حسب حياته وأيامه ولياله. ليش؟ لأنك ترى ذكره وتسمع ذكره على مرور الأيام، 100-200 سنة ما ينسى ذكره إطلاقا، هذا الإنسان ما ينسى. على سبيل المثال الآن مثلا الشيخ حسين البحراني صاحب السادات، هذا كمثال يعني الأمثلة كثر، كم بيننا وبينه من السنوات منذ أن مات إلى اليوم؟ تقريبا 250 سنة، لا يزال مقلد، لا يزال اسمه موجود، لا تزال كتبه موجودة تدرس، يقرأها العلماء يستفيدون منها، المقلد يستفيد منها، اسمه باقي، ذكره باقي، ما مات هذا الإنسان. بعض المساجد في بلدك تمر عليها، عليها اسم إنسان: الشيخ درويش، الشيخ محسن، الشيخ عزيز، الأمير زيد. تجد هذه المساجد عليها أسماء بشر بينك وبينهم مئات السنين، بقى اسمه. إذن يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون بأعمارهم. بعد القسم الثاني من كلمة الصادق عليه السلام قال: ويموتون بذنوبهم أكثر مما يموتون بآجالهم. هذا القسم الذي يفيدنا وينفعنا في بحثنا. يموتون بذنوبهم يعني شنو؟ يعني معناها بأن للإنسان مدخلية في موته، في قضاء أجله، أكثر مما يموتون بآجالهم. يعني ممكن الإنسان إلى أجل يموت بأجله، وقابل يموت ليس بأجله، التفت، لأن الأجل قسمين: تارة يكون محتوم وتارة يكون مخروم. إنسان مكتوب إلى يعيش 60 ولكنه وضع حبل المشنقة وقتل نفسه، انتحر، هذا الإنسان هو الذي قصر عمره. زين؟ وممكن أن يطيل الإنسان عمره أيضا كما يقصر عمره. إذن للإنسان مدخلية في طول عمره أو قصره. من هنا علمنا نبينا الأكرم محمد ثاني على حب الزهراء، ثالث على حب الحسن والحسين من أجل شفاء المرضى، فكاك قيد الأسرى، قضاء الحوائج، تعجيل الفرج. حينما نراجع التراث الفكري لأهل البيت عليهم السلام نجد كثيرا من الأحاديث تعلمنا سلوكيات إن نحن قمنا بها تطول أعمارنا، فعلا تطول الأعمار. من هذه السلوكيات بعضها الإدمان على الطهارة، حينما يدمن الإنسان على الوضوء، الوضوء ما يأخذ من الإنسان وقت، دقائق، ثواني، يكون ينتقل من عالم اللا طهارة إلى شنو؟ عالم الطهارة.
يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: أكثر من الطهور يزيد الله عمرك. الله يطول عمرك ببركة الطهار. هذا شيء. الشيء الثاني صلة الرحم. صلة الرحم قيمتها ما هي؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: من سره أن يبسط في رزقه وينسأ في أجله فليصل رحمه. صلة الرحم تطول عمر الإنسان. وصلة الرحم شيء بسيط جدا وصعب على الإنسان خصوصا في زمننا هذا. صلوا أرحامكم ولو بماذا؟ بسلام. في رواية بسلام، وفي رواية ولو بالسلام. صلوا أرحامكم ولو بالسلام. ولو بسلام، سلام بسيط، أصلت رحمك، سألت عنه، هنا الله يعطيك شيء يطيل عمرك. أيضا من الأشياء التي تطيل عمر الإنسان الصدقة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: بالصدقة تفسح الآجال. أجل الإنسان يتوسع ببركة الصدقة. وأتخطر قضية لطيفة بأن يهوديا في زمن النبي صلى الله عليه وآله مر على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهو جالس مع أصحابه، فأراد أن يستفز النبي صلى الله عليه وآله، قال: السام عليك يا محمد. السام يعني شنو؟ الموت. الجماعة الأصحاب وضعوا أيديهم على مقابض سيوفهم وأرادوا أن يقوموا ويقطعوا، يسب النبي، يعني معناه يدعي على النبي. النبي صلى الله عليه وآله قال: دعوه إنه ميت. راح الرجل كان على رأسه حزمة حطب بها ثعبان، إذ يلدغ لدغة واحدة يقتله ينتهي. راح المسكين، رجع لم يصب بسوء. فتعجب الناس، سألوا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، قال: اسألوه ما صنع، هل راح أو هل جي، شنو سوى؟ فسألوه، قال: لقد مررت على مسكين يتسكع استعطي، فتصدقت عليه بكسرة خبز، قطعة خبز جعلت عمره أطول. قال النبي صلى الله عليه وآله: ولذلك الله عز وجل أمد في عمره ببركة الصدقة. بالصدقة تفسح الآجال. يقول الصادق عليه السلام: تجنبوا البوائق يمد لكم في الأعمار. البوائق جمع بائق، كل شر، كل انحراف، كل ذنب. الإنسان حينما يبتعد عن الانحرافات ويستقيم، الله عز وجل يمد في عمره ببركة استقامته. ملتفت؟ ولذلك ورد عن باقر العلم سلام الله عليه يروي عن جده النبي صلى الله عليه وآله: إذا كثر الزنا أو إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة. ما علاقة الزنا بموت الفجأة؟ ذنوب. حينما تكثر الذنوب الانحرافات تؤثر على آجال البشر. إذن المسألة مسألة بيد الإنسان، بإمكانه طول عمره، بإمكانه تقصير عمره، هذا بيد الإنسان. الله عز وجل يعطي الإنسان أمور، فرصة يطيل عمره أو ينقص عمره، أطال الله أعمار الجميع. فأول لعل أول هدف للقرآن حينما يكرر مسألة الموت مع بداهتها ووضوحها، مسألة شنو؟ أن يجعل الإنسان يأخذ بيد نفسه ويطيل عمره، يبتعد عن الأمور التي تقصف عمره ويلجأ إلى الأمور التي تطيل عمره. اثنين لعل السبب الآخر تذكير الإنسان. الإنسان مهما يكون الموت بديهي واضح ينسى، ينساه أو لا، صحيح أو لا. من الأسباب التي تجعل الإنسان ينسى الموت طول الأمل في الدنيا، طول الأمل. بعض الناس يعرف الموت بأنه فعلا راح يجي، لكن عنده أمل، يقول بعيد بعيد الموت، وين الآخرة متأخرة، فتغره الدنيا ويذوب في نعيم الدنيا
خصوصا إذا كان بخير وينسى قضية الموت، يكون عنده أمل. وبعض الأحيان الأمور التي تجعل الإنسان ينسى قضية الموت ما هي؟ الانغماس في الدنيا وطلبها. يعني أنا لما أشتغل أروح أجي أكد على عيالي شي من هالقبيل، أنسى قطعا أنسى الموت، ما أذكره كل يوم. لذلك المؤمن إذا قرأ القرآن يوميا لا ينسى الموت. دائما دائما الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كان يذكر الموت ويقول أكيس المؤمنين أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم له استعدادا. أكثر يقول ماذا؟ يعني أكو عندنا ظاهرة سلبية، لما تقعد بأي مجلس تجيب ذكر الموت الناس تسكتك، ما يريدون، يقول لك ما نحب تجيب ذكر الموت. لما يطب مثلا إلى كربلاء يشوف دكان بيع عشفان، اشتري لك جفن حبيبي، يقول لك أنا وين أنا بعد شباب، ما تبي جين الموت، خلنا بعد نستانس شوية بالدنيا. وما يضر، اشتري الكفن وطالع كفنك يوميا لكي لا تنسى الموت. فإذا نسيت الموت مشكل، بأنك ممكن أن ترتكب ما لا يرضي الله تبارك وتعالى وتموت على حين غرة وتكون كالبهائم والعياذ بالله، لا مستعد للموت ولا شيء من هذا القبيل. تموت يخلونك على المغتسل، يقولون عندك كفن لو لا، يقول ما عنده، ما عنده كفن، ما عنده استعداد أصلا للموت. شنو تريد من عندك كفن؟ ليس لفقر ما عندك كفن، لا عنده مال لكن ما يحب يشتري كفن، يذكر بالموت. فإذا الموت تذكرة الإنسان، أكثروا من ذكر هادمي اللذات ومفرق الجماعات. يقول ابن مسعود كنا نظن أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا يموت حتى نزل قوله عز وجل كل من عليها فان، فبكى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبكى بكى وبكينا لبكائه. قال أصحابي لا بد لي ولكم من الموت، فقلنا جعلنا الله فداك معاذ الله. فنزل قوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت، فقلنا إن كان لا بد من ذلك فذلك يكون في آخر عمر الدنيا، يعني أنت تكون آخر إنسان تموت. فنزل قوله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، فعلمنا أنه يموت قبلنا لما قدمه الله عز وجل بالذكر علينا. فالموت تذكرة المؤمن، ما طول أعظم البشر قد شرب من هذا الكأس، فلا بد أن يشرب منه كل إنسان فليستعد له. يقول أمير المؤمنين عليه السلام إن لله ملكا ينادي في كل يوم بين السماء والأرض لدول الموت، واجمعوا للفناء وابنوا للخراب. أحد الشعراء ينظم كلام علي عليه السلام يقول بني الدنيا أقل الهم فيها، فما فيها يؤول إلى شتاتي، بناء للخراب وجمع مال ليفنى والتوالد للممات. سلام الله عليك يا أبا الأحرار، يقول خط الموت على ولدي آدم، مخط القلاد على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقي، كأني بأوصالي تقطعها أسلان الفلوات. أين يا أبا عبد الله؟ قال بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. هذا الموقف وهذه الصورة يرسمها
صاحب العصر والزمان، شهادة جدي الحسين، ميتة الحسين عليه السلام شلون كانت؟ قال: فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك، وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك، فأسرع فرسك شاردا إلى خيامك قاصدا محمحما باكيا، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا، ونظرنا سرجك عليه ملويا، برزنا من الخدور ناشرات الشعور، لاطمات الخدود بالعويل داعيات، وإلى مصرعك مبادرات، والشمر جالس على صدرك، أين المنادي وإماما قابض شيبتك بيده، ذابحا لك بمؤنده، ولسان حالك يا الشمر تدري أنا صبط النبي وريحانته، جيب لمية ترى من العطش كبد مفتت، يا شمر قلبي تفطر بالظما ولفح الهجر، جلد ما ظلي ولا ظلي من رجالي نصي، وين جد وين حدر ما يشوفوني عفير، ما يثور الحسن لعضيده يعاين حالة صاحبي ابن الخنا، مالك حموله ولا رجال، لحزن احرك بالظما وتموت مضوق الزلا، لحرق خيامك وروع الحريم والأطفال، والله لترك الحريم بألف يافي مشتت، قام عن صدره وكبه ويح قلبه على الثرى، جلس متربع على صدره وظل عبر عبر وداجة، وزينب تجر حسرة تنظره، والشهيد حسين يتعفر ويجذب ونته، نادته يا شمر شيل السيف عن باقي هلي، هذا شمامة الهادي وفاطمة وظنوة علي، وانا ولي وعقب اخويا حسين ما عندي وليه، والشمر ما راقب الله وظل يحز الرقبة، عزل راسه من الجسد والكون وجب زلزلة، شاي
له بعالي قناة وماج وادي كربلاء وكعبة الأحزان فرد باليتامى معولين تصيح تصيح ركني يا مصوني هالرزايا هدت اخ احم الضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي تقبل عزاءنا في مرضانا اقض حوائجنا سهل مطالبنا فك كل أسير رد كل غريب اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بجاه بحق محمد وآله سرج الظلمة صلواتك عليهم أجمعين اغفر لنا ولجميع عبادك المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا سيما السعيد المتوفى جاء في الأرض عن جنبيه أصعد بروحه إليك لقيه منك رحمة مغفرة رضوانا اجعله عندك في أعلى عليين اخلف على عقبه وأهله في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين إلى روحه رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى أرواح موتانا موتى المؤمنين والمؤمنات الشهداء والعلماء الأبرار رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة.